خلينا نروح للمدير الفني الكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الاهلي طبعا الكابتن حسام البدري، ومبارك له على هذه المباراه. كابتن حسام ازاي حضرتك؟ ويعني الف مبروك لهذه المباراه او لثلاث نقاط مهمه طبعا. يا كابتن اسلام الله يخليك وبشكرك طبعا، والحمد لله طبعا على الفوز. الله يخليك. لا يعني يا كابتن الحقيقه ما قبل المباراه دايما معروف ان النادي الاهلي بيلعب بطريقه لعب معينه، تغيير طريقه اللعب على حسب دماغ المدير الفني والنجاح بهذه الطريقه، وان انت طبعا تترك الاستحواذ لنادي الزمالك فترات طويله من وقت المباراه، والنادي الاهلي هو اللي يبقى اكثر خطوره على المرمى من نادي الزمالك. اعتقد ان ده شيء رائع، ويعني انا ببارك لك بشكل شخصي لحضرتك تحديدا يا كابتن حسام. الله يبارك فيك يا كابتن حسام، وطبعا يعني اكيد فوز النهارده كان مهم، يعني ثوابت نقول كمان ليه ثوابت طبعا، انت عارف مباراه الزمالك ديربي خاص، نعم الفوز فيها بيبقى مهم جدا للجماهير، ولكن طبعا المباراه النهارده اهميتها ثلاث نقاط بالنسبه لنا في مشوارنا للمنافسه على البطوله. ويمكن كانت الظروف المحيطه المختلفه طبعا بالمباراه النهارده هي دي اللي انا هفسر بيها كلامك، لان طبعا في ظروف محيطه بالمباراه التغييرات اللي حصلت في نادي الزمالك، نعم في عوامل نفسيه كبيره جدا مرتبطه بالمباراه، العوامل النفسيه دي فيها بعض الاشياء الايجابيه اللي قد تكون لصالح نادي الزمالك، الدوافع ممكن تبقى موجوده عند اللعيبه عشان في تغييرات حصلت وفي مدرب مشي، فاكيد لابد ان هم اللعيبه بتحاول تعمل حاجه وتعتبر ان احنا بنسميها يعني باقي التغيير، وفي نفس الوقت قد تكون هناك بعض السلبيات نتيجه التوتر اللي ممكن يكون فيه لعيبه نادي الزمالك لو انت يعني بتكسب وبتجيب هدف وبتجيب الثاني، وفي نفس الوقت الاندفاع اللي كان متوقع نتيجه العوامل اللي انا قلتها لك من فرقه نادي الزمالك، وعشان كده بحييك على حته كلمه تغيير الاسلوب دي ليها معنى كبير جدا، وبالفعل تغيير الاسلوب النهارده واستغلال المساحات اللي هتبقى موجوده عند نادي الزمالك نتيجه العوامل اللي انا قلت لك عليها دي اللي كنا متوقعينها طبعا، واتكلمنا فيها انا والجهاز واتكلمت فيها النهارده بشكل تفصيلي قدر النهائي، لكن على فترات يمكن حتى الكلام اللي كنت مع المجتمع قبل كان بشكل، وبعدين مع المجموعه النهائيه اللي اخترتها للمباراه امبارح كان بشكل نهائي وكلام مختلف شويه بشكل نهائي، نعم الفكر اللي ممكن دي في المباراه، فالحمد لله كان توفيق من ربنا ان احنا كل العوامل دي نتكلم فيها واللي هي موجوده النهارده ونستخدمها لصالحنا بالفوز المهم النهارده. يعني كابتن حسام الحقيقه النهارده طوال المباراه النادي الاهلي بيلعب واثق جدا، يعني كان واضح ان ده تحديد خطه لعب معينه من قبل الجهاز الفني، اللعيبه طبعا اهم حاجه ان اللعيبه تطبقها، وكان واضح جدا ان تطبيق اللاعبين لهذه الطريقه ادى الى فوز النادي الاهلي بثلاثيه، وكان من الممكن ان هي تبقى يعني اربعه او خمسه كمان. لكن في نفس الوقت يا كابتن حسام انت مش حاسس ان مثلا الناحيه الدفاعيه خصوصا بعد موضوع رامي ربيعه واصابه رامي ربيعه وانت داخل على مباراه السوبر عندك مشكله فيها؟ لا ان شاء الله مش هيبقى في مشكله، لان سعد سمير كان موجود النهارده على دكه الاحتياطي. نعم. رجع، لكن يمكن برضه مرضيش تعبيه على كنت الفتره اللي فاتت برضه بستخدم هاني في بعض الاحيان. مش عارف جاهز النهارده في سعد ان شاء الله، لان عندنا ثلاث مباريات قبل مباراه المصري، ان شاء الله يبقى جاهز لمباراه المصري، لان هو شارك معانا في التدريبات الاخيره وحالته كويسه. اكيد طبعا يمكن احنا عندنا بدله شويه في المركز ده، يعني حتى يعني ما بيرجع حد ثاني بالظبط. حتى في المباريات الوديه. بالظبط تمام صح. شوف طبعا يعني انا الحمد لله برضو موضوع اصراري انا والجهاز على موضوع ايمن ان هو يجي، وان انا اقول ان انا هستخدمه في المكان ده لو جالي، ان كان عندي طبعا ثلاثه موجودين في حته الظهير الايسر. نعم. كان البعض بيستغرب انا جايب اشرف ليه، لكن انا كنت جايبه للمكان ده، فان شاء الله برضه سعد ان شاء الله وجود ايمن ووجود سعد ووجود هاني في المكان ده، ونجيب خلاص ان شاء الله ابتدى التاهيل النهائي، فان شاء الله باذن الله ما يبقاش فيه برضه مشكله ان شاء الله. كابتن هو النهارده انا ده سؤال يعني انا عايز اساله لحضرتك بشكل شخصي، النهارده ارضيه الملعب كان فيها شيء مختلف، يعني كنت حاسس ان هي سيئه شويه او يعني انا كنت حاسس ان فيها شيء مختلف يا كابتن حسام. الناس هتزعل مني انا وانت يا كابتن اسلام لو قلنا كده، فالاستاد هيزعلوا قوي، لكن طبعا في في بعض صح؟ طبعا طبعا اتفق معاك فيه. يعني انا كنت حاسس ان اللعيبه يعني سواء اهلي او زمالك الحقيقه اللعيبه ملعب المباراه فيه حاجه سيئه، لا مش هيزعلوا ولا حاجه يا كابتن لان دي الحقيقه ولازم نطورها شويه. لا
هي بتبقى تحديات طبعا، انت عارف كل واحد بيحب شغله يبقى على الوجه الاسفل وكده، لكن طبعا حقيقي برضه بنطلب منهم برضه التحسين شويه، لان فعلا انا بتفق معاك ان في بعض المشاكل موجوده. تمام. كابتن حسام خلاص ان شاء الله بكره هتسافر الى الامارات لمباراه السوبر، مظبوط كده ولا لسه شويه؟ لا باذن الله بكره سافرنا ان شاء الله الساعه 3. كيفيه استعدادك بقى لهذه المباراه؟ خلاص انت دلوقتي كسبت نادي الزمالك في لقاء خاص وثلاث نقاط مهمه اعتليت بيهم صداره الدوري لغايه مباراه بكره النادي الاسماعيلي والنصر، هتفكر في مباراه النصر ازاي كابتن؟ في مباراه المصري ازاي؟ طبعا يعني من بكره ان شاء الله احنا يعني مباشره بعد المباراه النهارده ابتدت حته الاستشفاء للعيبه، يعني النهارده الطب الثلج كان كلهم طبعا حمامات الثلج فيهم، وفي نفس ان شاء الله يعني حتى اللعيبه اللي خرجت بره ال 18 اتمرنوا في الاستاد النهارده قبل المباراه على اساس برضه ما تبقاش فتره طويله للراحه. نعم. وان شاء الله نوصل الامارات ان شاء الله، وعندنا يومين للتدريب ان شاء الله، المجموعه كل اللعيبه موجوده ما عدا طبعا المصابين او اهله، وفي بركات بس خلاص بركات عنده اكتر من عرض هنناقشه. الله، هو بركات رجع ولا ايه؟ طب خلاص، لو بقول لك ايه، طب ما على فكره برضو لو محتاج باك رايت في اسلام يعني عشان طبعا عمرو بركات تقصد حضرتك طبعا. عاد طبعا اكتر من عرض، هو هيفضل هنا طبعا عشان يخلص بس في نفس الوقت في بعض اكرم عنده امتحانات، في صالح موجود لان صالح طبعا برضه تغيب عن التمرين، ما جاش التمرين النهارده ما نعرفش ليه، فهي دي الناس اللي موجوده هنا. يعني اكرم وعمرو بركات وصالح هيبقوا موجودين هنا. طبعا، ونجيب بيعمل التاهيل بتاعه، ورامي ربيعه برضه هنشوف الدكتور خالد هيقرر هيجي معانا بكره ولا لا نتيجه الكشف اللي برضه اللي تم النهارده واللي هيتم بكره ان شاء الله. تمام. كابتن حسام اخيرا الاعارات اللي حصلت في الفتره الاخيره سواء متعب او مؤمن، هو مؤمن هيبقى موجود ماتش السوبر مش كده؟ مؤمن موجود معانا ماتش السوبر ان شاء الله. بعد ماتش السوبر هيمشي، واحمد الشيخ حضرتك شايفها ازاي؟ والله كابتن اسلام طبعا هي بتتم طبعا نتيجه معايير كتير جدا يعني. نعم. اولا انا مؤمن، انا بقول انا ما كنتش موافق ان مؤمن يمشي طبعا، لان مؤمن من اللعيبه المهمه جدا. نعم. لكن اكيد يعني هو ما مشيش غصب عني، لان القرار الاول والاخير بيبقى للمدير الفني، لكن الحق مؤمن واستفادته في الفتره القصيره اللي هي هتبقى اربع شهور وهينتهي فيها الدوري السعودي. هي دي اللي خلتني يعني اضحي شويه واوافق مؤمن على نتيجه الاستفاده اللي هيستفادها، طبعا الاستفاده الماديه جيده اللي هيستفادها، وطبعا اللاعبين انت عارف بعض الاحيان طبعا بيبقوا محتاجين الكلام ده في مشوارهم وفي حياتهم، ولو ما سافرش اعتقد ما كنتش هتعرف تستفيد منه بشكل كبير خلال الاربع شهور دول. لا برضه نفس الكلام برضه لاحمد الشيخ، وفي نفس الوقت بيدي فرصه برضه لبعض العناصر، لان احنا عندنا في المكان ده اكثر من حد ان شاء الله يبقى عندهم فرصه برضه للمشاركه للفتره الجايه، وتمر الفتره الاربع شهور ده ويرجع لنا الشيخ ويرجع لنا ان شاء الله مؤمن بيه. وبالنسبه لمتعب، عماد متعب ما برضه عنده يعني عماد متعب عنده فتره الدوري السعودي برضه اربع شهور ان شاء الله، ويخلصها ويقرر هو عاوز يعمل ايه بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن حسام. اخيرا يا كابتن حسام، مهم جدا ان احنا نعرف اكرامي اخباره ايه خلال الفتره دي مع النادي الاهلي. لا اكرامي موجود. اكرامي موجود. لا انت عارف عشان كان في اخبار اليومين ثلاثة اللي فاتوا دي يعني طلعت كده بشكل مش مظبوط. لا دي طبعا اخبار مغلوطه، اكرامي موجود، اكرامي كان مصاب وكان بيتعالج. نعم. سافر بكره الامارات ان شاء الله، ويبقى موجود هو والشناوي واحمد عادل ان شاء الله. ان شاء الله، اتمنى لك يا رب كل التوفيق، ونتمنى لكم يا رب ان شاء الله في رحله جيده الى الامارات يا كابتن حسام. اشكرك شكرا جزيلا كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي. اوضح